إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، اعلموا أن من وثق بالله تعالى أغناه، ومن توكل عليه كفاه، ومن خافه أمن عقابه وأجزل ثوابه. ألا وإن التقى خير زاد، وإن الدين خير عماد. ألا واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه عن أصل جليل ومقام رفيع، بتحقيقه تستجلب الخيرات ويحصل بها أنواع المسرات، ويستدفع بتحصيله أنواع المضرات، وبهذا المقام تجاب الدعوات وتقضى الحاجات وتفرج الكروبات وتقال العثرات وترفع الأزمات ويستجلب به أنواع الخيرات. إنه مقام التوكل الذي يعد من أجل مقامات التوحيد وأرفعها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، وذلك أنه لم يرد في عبادة من العبادات ذكر التوكل، ذكر الكفاية إلا في التوكل، لم يرد في عبادة من العبادات ذكر الكفاية إلا في مقام التوكل، وذلك أن الله جل وعلا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. لم يرد في الصلاة
ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج أن من صام كفاه الله بالنص، وإن كان يترتب على القيام بأركان الإسلام الكفاية من الملك العلام، لكن التنصيص على الكفاية في مقام التوكل يدل على أن التوكل من أجل مقامات التوحيد وأرفعها. ولذا إذا أراد العبد العزم على تحقيق أمر فلا يرده راد ولا يصده صاد ما دام متوكلا على رب العباد سبحانه. وهكذا إذا أراد أن يواجه عدوه أو أن يرهبه فليس له سلاح يتدرع به من شره ويكتفي به من أذى مهما بلغ إرهابه وإرعابه وقوته، فما دام العبد متدرعا بدرع التوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه فإن الله كافيه عدوه وكافيه مكره وكافيه كيده وكافيه صده وكافيه جميع شرور العالم سابقها وكائنها ولاحقها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال هذه الكلمة إبراهيم أيضا حين ألقي في النار. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حين قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل وهو في النار، جاء أمر الواحد القهار للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنزعت منها خاصية الإحراق ولم يبق منها إلا الإنوار والإضاءة والإشراق، وأصبحت مأمورة بأمر الله، فظاهرها من قبلهم عذاب وباطنها من قبله رحمة، لأن الله أمرها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم حين فوض أمره إلى الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم في معركة أحد حين كان ما كان من أمر المشركين وقد انتصره وأصحابه في أول المعركة، فلما كانت المخالفة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كانت المخالفة فانقلبت الدالة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقتل من المسلمين 70: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليس القتلى كالقتلى. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه البقية الباقية، منهم المقتول ومنهم المجروح ومنهم المصاب. أراد أبو سفيان
أن يبعث الرعب بعد أن رجع إلى بلاده، فأرسل رسوله أن أبلغ محمدا بأن أبا سفيان ومن معه من قريش يجمع لك الجموع لاستئصال خضرائكم وكسر شوكتهم. فلما جاء رسول أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فما دمت متوكلا على الله فلن يضرك بلاء ولن يضرك وباء، وأنت معتمد على الله عز وجل. وهكذا إذا واجهت أعدائك فمكروا بك فأعرض عنهم، قال جل وعلا: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قابلت قوما أظهروا المودة وأبطنوا الشح والبخل والمكاشحة، أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا كفاك الله شر أعدائك فتذكر نعمة الله عليك ودم على الإيمان والتقوى. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ختم الآيات بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، بعد أن ذكر أعمال القلوب وأعمال الأبدان من العبادة البدنية وأجلها الصلاة، والعبادة المالية وهي الإنفاق في سبيل الله. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهكذا المسلم الموحد يواجه قوافل البلاء والابتلاء بالتوكل على الله عز وجل قائلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا يقول الله عز وجل لنبيه: فإن تولوا فقل حسبي الله، أي الله كافيني، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، داعية إلى العبد، داعية لعبد الله أن يعتصم بدرع التوكل وأن يركب مركبه وأن يأوي إلى كهفه، وليعلم بأن الله وليه وناصره، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومنهج التوكل على الله عز وجل هو منهج الأنبياء الذي شرعه الله في شرائعهم، وهو من صفات أنبياء الله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدعي بنو إسرائيل إلى مواجهة الجبارين العمالقة الذين قالوا لا طاقة لنا بهم. قال الله عز وجل حاكيا قول الرجلين الصالحين:
ادخلوه فإذا دخلتم فإنكم غالبون، أي ما دمتم متوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا شعيب يقول: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهو القائل: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا يعقوب في شدة الابتلاء الذي أصيب في نفسه وأولاده يقول خائفا عليهم: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي أنا متوكل على الله في إرسال أولادي بعد غياب محبوبي ومفقود قلبي يوسف. ها أنا ذا آمر أولادي أن لا يدخلوا من باب واحد، وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، يخاف عليهم مما لو شاء الله لأجراه بعد ذهاب يوسف. عند ذلك قرر لهم قوله: إن الحكم إلا، عليه توكلت في إرسالكم وصبري على ما جرى من أقدار الله، وهكذا شأن الصالحين، وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا عباد الله ينبغي أن نتذكر أن أجل المواقف العالمية نواجهها بالتوكل. أعظم فتنة ستواجه الخلق عبر التاريخ مستقبلا فتنة الدجال، فما بعث الله في الأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال، وتواجه تلك الفتنة بدرع التوكل. جاء في الصحيحة وغيرها وفي الحديث في شأن الدجال، وقد وصفه ونعته وذكر أفعاله وحوادثه وما يبتلى العباد به. عند ذلك قالوا، قال: فإنه سيقول أنا ربكم، أي سيقول الدجال أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن الله ربنا، على الله توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطانا. إذن يكفى تأثيره ما دام توكل على الله وإليه أناب. وهكذا أعظم حدث سيدهم العالم ويفنيه النفخ في الصور، فإذا جاء النفخ في الصور أزيل العالم كله، علويه وسفله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. في الصحيحة قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. فما دام أن زوال العالم كله يواجه بالتوكل، وأعظم فتنة تاريخية عبر العالم قادمة وهي فتنة الدجال، تواجه بالثقة بالله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فما بالكم بمجيء أعداء بشرية أو أعداء نارية أو أعداء وبائية؟ إنما تواجه بالثقة بالله والتوكل على الله. وانظروا إلى شأن الألوف الذين خرجوا من ديارهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء ألوف، قال بعض العلماء هم ثلاثة آلاف، وقال بعضهم 30,000، وقال بعضهم هم 80,000. إذن هم ألوف خرجوا من بلادهم خوف الوباء والطاعون وفرارا من الموت، إذن فروا منه ليلقوا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، إذن هربوا من الموت
ليلاقوه. قل إن الموت ليس فرنا منه فإنهم ملاقيكم. لو ثبتوا في أماكنهم ورضوا بأمر الله لدفع الله عنهم البلاء، فهربوا من البلاء إلى البلاء وهربوا من الموت ليلاقوه. فعلى هذا يبقى العبد الموحد واثقا بالله ومعتمدا على الله ومفوضا أمره إلى الله. واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا يجري الابتلاءات عبر التاريخ. قال العلامة ابن القيم: هناك ارتباط بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ارتباط بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. أحكام الأوامر الكتاب والسنة، الآية والحديث، والنوازل الابتلاءات والأسقام والأوجاع والفتن والعذاب الفوقي والتحتي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الأحكام القدرية تنزل إذا خالف الناس الأحكام الشرعية. فإذا أقام الناس الأحكام الشرعية الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا لطف الله بهم في الأحكام القدرية ظاهرا وباطنا، وإذا ضيعوا الأحكام الشرعية الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا نزلت عليهم الأحكام ظاهرا وباطنا. فإن أقاموا الأحكام الشرعية ظاهرا وأخلوا بها باطنا نزلت عليهم الأحكام باطنا ونفعهم الله ظاهرا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الله قادر على أن يحول نعمة السماء والأرض إلى نقم. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تأمل قوله: سخر لكم ما في السماوات والأرض. فإذا غضب على عباده سخرها عليهم. السماوات تأتي بالبركات والأمطار والخيرات والأرزاق، والأرض تنبت منها الثمار والعيون. فإذا غضب على عباده حول السماء يأتي منها الكسف والبوارق والصواعق والكسف والقطع والصيحات والبلاء ونزول الأشياء المدمرة، وحول الأرض إلى ألغام، إلى متفجرات، إلى أضرار، إلى براكين، إلى زلازل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فمن جنوده الهوى ومن جنوده الماء ومن جنوده السماء ومن جنوده الأوباء ومن جنوده ما شاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعلى هذا لما تعاظم البشرية في هذه الأرض وروا أنه لا غالب لهم، أمريكا تظن أنها كعاد من أشد منا قوة، اليهود يبرزون سيطرتهم في الأرض للنفوذ العالمي، الصين تقول لن يقف أحد أمام الصين في مخترعاتها، أرهب العالم بالقنابل، الصواريخ، الذرة، علم المجرة، الإلكترون، النيترون، صنعوا الصناعات، فعلوا ما أرهب العالم. حتى ظن جهلة المسلمين أن العالم كله زر بيد اليهود والنصارى، فمتى ما شاءوا دمروا ومتى ما شاءوا فعلوا. تهيأ عدو الإسلام من اليهود والنصارى وتفرغوا للإسلام وأهله للبلاد الإسلامية، أحدثوا الثورات، أحدثوا المؤامرات، أحدثوا الجحيم العربي، عقدوا المجامع العالمية، واجتمع الكفر كله ملة واحدة، وعاونتهم الأيدي المدخرة المختبأة في أوساط المسلمين لتنفيذ المؤامرات. فكم رملوا وكم يتموا وكم سفكوا وكم أرهبوا، تفرغوا
أحداث القتال في البلاد الإسلامية لا يوجد فوضى ولا دماء ولا قتل ولا أرامل ولا أيتام ولا سلب ولا نهب ولا دمار ولا خراب ولا بلاء ولا أزمات سياسية واقتصادية إلا في البلاد الإسلام. وأما الكفرة آمنون لأنهم اجتمعوا يدا واحدة. أراد الله أن يريهم شيئا من قدرته ومن عظمته لتقف تلك الآلات المعاصرة الحديثة المرهبة أمام الفيروسات. إنا نتحدى العالم كله بقنابله بصواريخه بذراته بإرهابه أن يقف أمام فيروس أمام بلاء شغلهم الله. فكم صرف الله بهذا الابتلاء وهذا الفيروس كورونا كما يقال، كم صرف الله من مراقص، كم منع من زنا من بلاء من حارات من غير، حبسهم في بيوتهم أصفى طرقاتهم، حبسهم عن مجامعهم. فلا اجتماعات ولا تجمعات ولا تكتلات ولا مراقص ولا مجامع ولا زنا ولا فواحش ولا لواط، بل بلغ بهم الأمر ألا يمس بعضهم بعضا. لا مساس لا مساس. أراهم الله شيئا من قدرته ومن عظمته. عسى أن يتذكر الأعداء أن قوة الله قاهرة فوق كل قوة، وأن يتذكر المسلمون أن الله لو شاء لنصر أولياء، ولكن الله سلط الظالمين على الظالمين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أيحب الله إبليس؟ فلماذا سلطه على عباده حين أوجد العباد المعاصي سلطه عليهم؟ إلا فليس كريما على الله أن يسلطه على عباده. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أنه كلما أحدث العباد ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، ولا يرتفع عنهم إلا بتوبة وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم. ومن تتبع الأحداث التاريخية من بدء العالم إلى زماننا في شأن آدم وشأن قوم نوح وشأن قوم نبي الله هود وهم عاد وشأن قوم نبي الله صالح وهم ثمود وشأن قوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفرة، وجد أن الله عز وجل إنما أهلكهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة، إلا أن في هذا دعوة وإنذار إلى جميع الظلمة، إلى تلك الدول الكافرة والمتجبرة، إلى حلفائهم وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم من أهل الإسلام ممن يدعون ذلك في أوساط البلاد الإسلامية وأوساط البلاد اليمنية خاصة. إنها دعوة وإنذار من العزيز الجبار إلى جميع خلقه ممن تولوا ولاية أو قاموا في منصب رفيع أو دون ذلك من ولاية كبرى أو ولاية صغرى، أن يتقوا الله في شرع الله، وأن يتقوا الله في كتاب الله، وأن يتقوا الله في سنة رسول الله، فلا تحريف لآياته ولا تأويل لأسماء وصفاته ولا طعنا على السنة ولا إنكارا لبعضها ولا تكذيبا لمدلولها، فليحذروا، فإن الله سينتقم لشرعه. ولا أذية ولا أذية لصحابة رسول الله ولا لقرابته وآل بيته، فمن عادى لوليا فقد آذنته بالحرب
ولا طعنا في كتب التفسير ولا أئمة التفسير ولا في الصالحين ولا في الدعاة إلى الله ولا في العلماء ولا منع لمساجدهم ولا تعد لدعوتهم ما داموا مسالمين وإلى الحق داعين، فلا اعتداء عليهم كما قال جل وعلا: فإن لم يقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وإن الله جل وعلا يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وينتقم من الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. إذا كانت ظالمة مسلمة ظالمة ينتقم الله منها ويقيم الدولة الكافرة إذا أقامت العدل في دنياها فقط، وأما في الآخرة فمآلها إلى النار. وهذا كلام العلماء فعلى هذا انتبه يا عبد الله أن تكون من الجنود المسلطين لأذية أولياء الله عز وجل، وأقم العدل في أرض الله عز وجل، واعلموا أن هذا البلاء سيرفع عن البلاد والعباد بتحقيق أمور منها: أولا صحة التفويض والاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا كافيك شرور الدنيا والآخرة، فمن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وهكذا من أسباب رفع البلاء قبل مجيئه ودفعه إذا حصل الإكثار من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي الحديث: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا تفي هذا كثيرة. ومنها أنها التوبة الصادقة، فإذا تاب العبد توبة صادقة كشف الله ما به من بلاء ودفع عنه الشر قبل أن يكون كما دفع عن قوم يونس العذاب وكشف عنهم قبل أن يحل بهم بتوبة وصدقهم. ومن أسباب دفع البلاء ونقاوة البلاد والعباد في هوائها ومائها وأرضها وترابها الإقبال على القيام، فإن قيام الليل من أسباب صحة الأبدان ودفع الداء كما دل الحديث بذلك. ومنها أيضا الإكثار من الصدقات، فإن الصدقات كما ذكر ابن القيم لها تأثير عظيم في دفع أسقام العالم، قال: وأهل الأرض كلهم معترفون بذلك أن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع الأسقام والأوجاع والبلاء. ومنها التعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء، تعرف الله في حال الرخاء يعرفك في الشدة. ومنها أيضا الإحسان إلى عباد الله والرحمة بهم والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، فإن فيها ما يدفع الأسقام والأوجاع والبلاء. ومنها ألا نفتخر ولا نتعاظم فنقول: حمى الله بلادنا وبلاد الآخرين كذا. كلا، فإنك إذا رأيت مبتلى يشرع لك أن تقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا كثير من خلق تفضيلا. فإن قال أنا أحسن وأنا أفضل، رباه الله بذلك البلاء وذلك الابتلاء إذا تعاظم في نفسه. وإنا نرجو لهذه البلد أن يدفع الله عنها البلاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي تنفيسه إلى جانب ما صبع من البلاء من الكوليرا والحروب والأزمات والشدائد، فإن هذه بإذن الله عز وجل لعلها كافية في دفع البلاء قبل نزوله. ومنها أيضا أن تدعو لإخوانك المسلمين، فإنك إذا دعوت قال الملك: اللهم آمين ولك أدف. إذا قلت: اللهم اكشف بلاءهم وارفع ضرهم وارفع رجلهم، قال الملك: آمين ولك مثل، أي لك مثل أن الله يدفع عنك البلاء والرجز. وتراحموا فيما بينكم وتوبوا إلى الله توبة صادقة وأبشروا بما عند الله من الكرم والإكرام، فمن ابتلاه بأي مرض وصبر واحتسب كان مأجورا في سرائه وضرائه. واحمدوا الله على ما من نبي عليكم من العافية، ودوموا على طاعته واقبلوا على مرضاته، وأبشروا بما عند الله من الكرم والإكرام والعطاء والإنعام. أسأل الملك العلام بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء والعجب والغرور، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجبن والبرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك منيبين. اللهم تقبل
اقبل توبتنا واصلح حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسخائم قلوبنا. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا سميع الدعاء، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين من اليهود والنصارى وجنود وأتباع وشيعهم وحلفاء وأنصار من الجن والإنس، اللهم كلنا جارا من شرهم. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن في برها وبحرها وجوها ومساجدها وعلمائها ودعاتها وكتابها وسنة نبيها. اللهم يا من أرسلت الأوباء والأسقام والأوجاع والرجز والعذاب والنغف على من شئت من عبادك، اللهم سلط عليهم الأوباء والأسقام والأوجاع، فرق شملهم، شتت جموعهم، خالف بين قلوبهم، أجل الدائرة عليهم، اجعل باسهم بينهم، أرن عجائب قدرتك في أسر بعضهم بعضا وإهلاك بعضهم بعضا. اللهم انتصر كتابك سنة نبيك، اللهم انتصر لكتابك، اللهم انتصر لسنة نبيك، اللهم انتصر لقرابة نبيك، اللهم انتصر لصحابة نبيك، اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتصر لعلماء الأمة. اللهم اكفنهم بما شئت وكيف شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Thank you.